بصرنا أنه نرحب بالزميلة والإعلامية إياد خلف. أهلا وسهلا فيك إياد، ويسعد صباحك. أهلا وسهلا، سعد صباحك، صباح المشاهدين. صباح الخير إياد. أكيد كل زملائنا اليوم رح يكونوا سالي موجودين معنا بالاستوديو نور، ومازن بعد شوي أكيد رح يكونوا معنا، ولكن هلأ خلينا مع الأستاذ إياد. لأني جاي مو بوقتي أنا. مو بوقتك؟ كل الوقت إياد، برنامج جديد، قضايا جديدة، مواضيع أكيد بتهم كل الناس بشفافية مثل ما ذكرنا، وبت تدخل على كل البيوت وعلى يمكن على كل القلوب، بتعالج وجع وبتعالج قضايا مرقنا فيها بمراحل صحيح. الأزمة وبالمراحل الجاي كمان صحيح. خلينا نحكي عن برنامج إياد خلاف، كيف تم تحضيره، كيف تم إعداده وكل التفاصيل. صحيح، أول شيء خليني بارك للإعلام الوطني هاي الانطلاقة الجديدة وهي الرؤية البصرية الجديدة، وخليني أشكر فعلاً القائمين على الإعلام الوطني اللي فعلاً كانوا يوصلوا الليل بنهار لحتى قدرنا نصل لهون. نعم. تطور كبير مرينا فيه خلال السبع سنوات، تجربة الحرب فادتنا إحنا كإعلاميين سوريين، أعطتنا قدرة على التعامل مع الخبر بشكل أفضل، أعطتنا قدرة على التعامل مع الشارع بشكل أفضل. هذا التطور انعكس أكيد على نشرات الأخبار، انعكس على برامجنا السياسية والخدمية وحتى البرامج الثقافية والمنوعة. كل واحد فينا صار عنده أعتقد خبرة كافية أنه هو يقود العمل بشكل يعني بشكل شخصي، علما أنه هذا العمل طبعا ينشغل بشكل جماعي، لكن كل واحد فينا صار فريق نتيجة الضغوط والممارسة. بحكي عن برنامج نقطة ساخنة، هذا اللي كنا بنطرق عليه لإله إياد. نقطة ساخنة دخل عالم السياسة بحلة برامجنا الجديدة، هذا اللي كنا بدنا نحكي عنه بشكل رئيسي. أول ما بدأنا بالإخبارية بدأت ببرنامج له علاقة بالتاريخ وخفايا التاريخ، حكينا عن مراحل تاريخية معينة. حبيت بالدورة الجديدة احكي عن اهم الاحداث او شيء او نقطه معينه نعالجها، مو فقط نطرح المشكله كمان نعالج المشكله. برنامجي مو خدمي وما راح يكون مشاكل تخص المواطن بشكل مباشر، لكن برنامج سياسي، لكن هي قضايا فكريه، قضايا سياسيه بتهم كل المواطنين. برنامج نقطه ساخنه فيه تفاعل، يعني احنا هلا بكره او اليوم المفروض ننزل سؤال على صفحه الاخباريه السوريه وصفحه البرنامج، هو السؤال اللي لازم كل الناس، كلنا احنا كسوريين كشعب عربي اصلا نجاوب عليها، لانه ما راح يكون معني فقط بقضايانا كسوريين، راح يكون معني بالقضايا العربيه. سؤالي الاول راح يكون عن داعش، ولا نعلن عنه لاول مره. داعش من اين اتت وكيف تمددت في مجتمعاتنا وكيف نحارب داعش؟ هل يكفي ان ننتهي من داعش عسكريا؟ هناك ايديولوجيا لداعش، كيف يمكن محاربتها، كيف يمكن مواجهتها؟ هذا هو رح يكون الطرح الأول بالحلقة الأولى من نقطة ساخنة. نقطة ساخنة هو تتمة برامج أخرى لها علاقة بالوضع السياسي. تعرفي خلال الأسبوع كل الزملاء عاملين برامج سياسية، شيء له علاقة بواشنطن، خفايا المشهد، في برنامج عن قرب، في برنامج فن الممكن. كل هاي البرامج إذا جمعتيها تشكل جسم واحد لفكرة إخبارية أو لمعلومة إخبارية تصل للمشاهد، إن شاء الله نقدر نوصلها. إن شاء الله أكيد. إياد، يعني حضرتك عمر بمجال السياسي وتقديم يمكن أهم البرامج والأخبار السياسية ومواكبة الأحداث الميدانية أيضا، اليوم مثل برنامج نقطة ساخنة قديش لازم على المعد والمقدم يكون عنده خلفية سياسية عميقة، خلفية نبض شارع بحاله تعكس هي الرؤية على الشاشة السورية، كرمال يمكن يتم طرح مواضيع مبهمة غير معروفة أو مناقشتها على أرض الواقع. صحيح. هلأ شوفي، لفتي نظري لموضوع فريق الإعداد والمقدم. إحنا اليوم بالإعلام الوطني فعلا لضعف إمكانياتنا يجوز بما نستطيع عمله نتيجة الحصار المفروض علينا، نتيجة العقوبات الغير شرعية المفروضة على سوريا على المستوى التقني، كمان على المستوى الشخصي. إحنا بالإخبارية ما عنا فرق إعداد، أنا اليوم أنا بعد، أنا بقدم، صحيح. أنا بحرر، وأنت بتعرفي أنه المذيع اللي بيطلع صحيح. على الشاشة هو صحيح. نفسه اللي بيكتب التقرير، هو نفسه اللي بيكتب الخبر،
ما في إمكانية أنه أنت يكون معك فريق نعم. إعداد وأنت قاعد تجي بتحضر زي القنوات صحيح. الأخرى يعني جهد مضاعف اعتماد على الذات صحيح. فهاي جانب بالنسبة لسؤالك اللي هو متعلق بتوضيح الأفكار بنقطة ساخنة، هو طرح أي موضوع يهم المواطن العربي والمواطن السوري يهمنا إحنا سياسياً وليس خدمياً. أي شيء يشغلنا اليوم، على سبيل المثال أعطيتكم داعش صحيح. حدا فكر فينا منين إجت داعش، كيف انتشرت بمجتمعاتنا، كيف لقت بيئة حاضنة اليوم بمجتمعاتنا صحيح. داعش هذا الفكر كيف إجا كيف إياد تطور؟ يمكن عمل سنين عمل بالعمل السياسي كان في خفايا التاريخ والآن نقطة ساخنة، شو الجديد بهيدا الحلة؟ يعني مثلا في نقاط معينة أنت أضفتها، دائما الساحة السياسية في تطورات للأحداث على الساحة على الصعيد السياسي، وأيضا قديش مثلا أضفت في نقطة ساخنة شغلات يمكن كنت ما كانت بخفايا التاريخ وما كانت قبل بالبرامج السابقة، من الإضاءة على مراحل تاريخية معينة بلسان نعم. من عاش التاريخ يعني توثيق لمرحلة تاريخية عاشها الشخص نفسه. يعني لما حكينا عن حرب لبنان مثلا التقينا بمن شارك بحصار بيروت نعم. وكان يعني كان صاحب قرار. لما حكينا عن حرب تشرين التقينا بمن أيضا كان له دور بهاي الحرب. فكل المراحل التاريخية كنا عم نحاول نعمل توثيق شفوي للتاريخ تبعنا. اليوم بنقطة ساخنة الموضوع مختلف تماما، بنقطة نعم. ساخنة هي قضية نعم. سياسية نعم. تشغل المواطن السوري والعربي على وجه التحديد. كيف نطرح الموضوع، ناخذ وجهات نظر مختلفة بالإضافة يعني إيجاد حل لهذا الموضوع والتشارك مع الناس، يعني من خلال صفحة الفيسبوك، من خلال التواصل المباشر نعم. معنا والاتصالات، نشوف الشارع كيف ينظر للسياسة. وانتم تعرفوا انه شارعنا السوري والشارع العربي بشكل عام شارع مسيس، يعني الكل اليوم بيحكي بالسياسة وبيحكي بالتحليل. اذا بتقعد مع اي شخص بالشارع هو بيحكي جوز افضل من اي محلل سياسة. اياد يعني قبل ما نختم مع حضرتك خلينا هيك نفرجي الناس وجه اياد خلف، الصديق المحب الاخ يلي يعني بيساعد الكل ومحترم مع الكل شكرا. ومهضوم كمان شكرا. يعني شكرا. ما بشكل جدي. خلينا هيك نحكي شيء فكاهي او حاله صارت معك مضحكه، اذا هيك خاطر ببالك شيء موقف صارع معك على الهواء. والله يعني شيء مضحك كثير يعني اللي بيصير معنا، انت تعرفي العمل اليومي في كثير اشياء مضحكه. بدك ترجع للجديه اياد. اكثر شيء لفت لا بده يرجع للجديه، ممكن يكون مر موقف قبل النشره بدقيقه، بدك ترجع انت تضبط اعصابك، ما فيك تكفي الضحكه. فتره قريبه انا نسيت اسم الضيف مع انه هو كان صديقي يعني والضيف معروف وكذا، فانا عم قدم الحلقه خلصت المقدمه التفت على الضيف نسيت اسمه. يعني من وجه تحيه لهي السماعه اللي باذننا يلي بتعطينا بتذكرنا بعد يلي بتذكرنا ببعض الاحيان. ياد خلاف موفق ببرنامجك الجديد، بدنا ندعي كل المشاهدين انه اكيد يتابعوا اياد، رح يقدم شيء كثير مميز وبهم الكل، واهم شيء انه في تواصل مع الناس أكيد. على صفحه الفيسبوك في طرح اسئله، وايضا فيكم تتواصلوا مع اياد مشاهدينا لحتى تطرحوا اي موضوع بتحبوا انكم تطرحوا. موفق وكلنا أكيد متحمسين لهالانطلاقة الجديدة والدورة البرامجية الجديدة، أكيد وكلنا سوا وإخوة بالإخبارية. وشكرا كثير لك، كل التوفيق لك إياد خلف زميلنا بالإخبارية السورية، بدنا نتمنى لك النجاح والتألق والتقدم أيضا، ولجميع زملائنا بجميع البرامج اللي ذكرناها. أهلا وسهلا فيك، نورت صباحنا. شكرا، يسعد صباحكم. أهلا وسهلا فيك.